السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرنوي باللغة الإنجليزية. قناة اللغة الإنجليزية مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. نرجو تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ومشاركة القناة على صفحتكم حتى تصل الجميع، ونرجو أن تستفيد منها. Welcome back to Mr. Ahmed channel. Today I'm going to talk about present continuous tense. هنتكلم عن زمن المضارع المستمر. عارفين الفورميشن بتاعه، التكوين بتاعه بتكون من am or is or are plus verb plus ing زائد فعل بنضيف له ing. عارفين I بتاخد am من verb to be، is بتيجي مع he و she و it، are بتيجي مع we و you و they. أولا استخدام مضارع بسيط. يستخدم المضارع البسيط أولا لتعبير عن حدث يحدث أثناء الكلام وما زال مستمر. لما أقول I am doing my homework now، أنا بعمل واجبي الآن وما زلت أفعل واجبي. He is doing his homework at the moment، هو بيعمل واجبه في هذه اللحظة، يبقى مستمر في عمل الواجب. تاني حاجة حدث في المستقبل تم التخطيط له. لما يبقى في arrangement ترتيبات في المستقبل بستخدم معاه مضارع مستمر. لما اقول رنا از ترافلينج نيكست ويك، رنا مسافر الاسبوع اللي جاي، معناها يبقى انا اقصد ايه، شي هاز جوت ذا تيكت، معاها التذكره، يبقى انا مرتبه نفسها ان هي تسافر. بقول شي از مارينج تومورو، هي هتتجوز بكره، معناها ايفري ثينج از ارينجد فور هير مارريج، كل شيء مرتب لزواجها. لما اقول شي از جيفينج ا بارتي نيكست ساندي، هي هتقيم حفله الاسبوع الجاي، يبقى رتبت نفسها تعمل الحد. تالت حاجة بستخدم مضارع مستمر للتعبير عن حدث مؤقت وليس دائم. لما أقول فاطمة is working as a teacher، معناها she isn't a teacher but she is now working as a teacher. رابع حاجة للتعبير عن الضيق والشكوى باستخدام always أو frequently في وسط المضارع المستمر. لما أقول كده فاطمة is always making noise in the class، معناها دايما بتعمل دوشة في الفصل، يبقى أنا كومبلينت بشتكي إيه. لاحظ معايا، لو الجملة فيها مضارع مستمر وقلت and، يبقى بحذف verb to be من الفعل التاني. يعني بقول محمد is teaching English، بيدرس انجليزي، and learning French، ما اقولش is learning بقى، اقول learning French وبتعلم الفرنسي. عارفين بيستخدم المضارع المستمر مع ايه بقى؟ مع now، look، listen، at the moment، at the present، still، be careful، look out، watch out، presently، currently، اي حد دور تدل عن الشيء مؤقت. ملحوظة مهمة جدا بقى، في أفعال قلنا ممنوع توضع في أي زمن مستمر، زي أفعال الحواس والعاطفة والملكية والتفكير. أفعال see، hear، smell، notice، know، understand، realize، believe، remember، forget، love، like، dislike، hate، care، wish، desire، want، يريد، own، يمتلك، possess، يمتلك، belong to، يخص، contain، يحتوي، include، يشمل. لو وصلنا على الاكزامبل، بقول مستر برماوي هاز ا كار ناو، رغم ان في ناو ما قلتش از هافينج، لا قلت ايه، قلت هاز ا كار ناو، لان هي فعل هافينج معناها يمتلك، ممنوع احطه في ازمنه مستمر. لما اقول ذا ستودنت اندرستاندز ذا ليسون ناو، الطالب فهم الدرس الان، ما ينفعش اقول هي از اندرستاندينج ذا ليسون ناو. المضارع المستمر في مبني المجهول بتكون من ايه؟ بتكون من ام از ار زائد بينج بلس تصريف ثالث للفعل زائد التصريف الثالث للفعل. يعني لما اقول the food is being cooked now، الطعام بيطبخ الان. لما اقول the street is being swept at the moment، الشارع بيكنس في هذه اللحظه. لما اقول currently حاليا my car is being mended، حاليا عربيتي بتتصلح، so I can't drive you now، ما اقدرش اوصلك الان. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one، فاطمه right now. طبعا رايت ناو حاليا من العادات المضارع مستمر، يبقى اقول كوكس كوكينج، از كوكينج، هاز كوكد، طبعا هنقول از كوكينج. نمبر 2، ذا بوليس مان، رجل الشرطه، ا دينجرس روبر، لسه خطير، هي هازنت كوت هيم يت، لسه مش قاض عليه، يبقى از ستيل، معناها از ستيل تشيزنج، ما زال بيطارد، لسه خطير. ياسمين يونت 10 تو نايت، طبعا ياسمين از ريفايزنج، هتراجع يونت 10 تو نايت. My friend his birthday party tomorrow، حفلة عيد ميلاده بكرة، يبقى في ترتيبات طبعا عشان حفلة عيد ميلاد، يبقى is giving. Number 5، مستر برماوي to Dubai، he has got the visa، حصل على الفيزا،
يبقى اقول از ترافلنج، ليز ترافلنج عشان انا في ترتيبات جاب فيزا، يبقى في ترتيبات. منار ان كايرو ذس ويك، القاهره هذا الاسبوع، طالما هذا الاسبوع يبقى حاجه مؤقته، يبقى از وركينج ان كايرو ذس ويك. بقول محمد كمبيوتر جيمز، I don't know what to do with him، مش عارف اعمل معاه، يبقى هنا في كومبلينت شكوى، يبقى is always playing، is always playing، قلنا always وسط مضارع مستمر عشان تعبر عن الضيق او الشكوى. رانا هير mother clean the house these days، طالما these days هذه الايام دي، يبقى اقول is helping لانها برضو حاجه مؤقته. بقول currently حاليا I can't help you، ما اقدرش اساعدك، as I my flat، طبعا as I am furnishing my flat لاني بفرش الشقة بتاعتي. Number 10 إسراء with her sister at the moment، طالما في at the moment يبقى will is staying. Number 11 Ines in this school she hasn't left it yet، لسه ما شفتهاش، يبقى she is teaching in this school، بتدرس في هذه المدرسة. بقول watch out، احذر او احترس، this car towards you، يبقى is coming towards you، جاية في اتجاه. شكرا جزيلا، أرجو أن تكونوا استفدتم، وأرجو مشاركة القناة ومشاركتها على صفحاتكم وضرب الجرس وترك تعليقكم على القناة عشان نقدر نستفيد منها. شكرا، ناصحة مستر أحمد البرماوي.